سراج الدين رئيس جمعية واد المدينة، مستشار منتخب الانتخابات الأخيرة في مقاطعة سيدي بليوت بحزب الاستقلال. في الحقيقة أنه تخذلنا بزاف، يعني أنه تخذلنا بزاف مع مجموعة من السياسيين، وكانوا المواطنين كيعتبرونا احنا هما الممثلين الحقيقيين ديالهم. كنقطع على أن الأحزاب والجمعيات تؤطر المجتمع، تؤطر المجتمع. يعني في لحظات كثيرة خصوصا مع المجلس السابق والحكومة السابقة، يمكننا نقول اليوم سابقة، لأنه المغاربة تنفسوا من بعد هذه النتائج هذه اللي اعطتنا التجمع الوطني الأحرار هو الأول في المغرب، واعطتنا الأسرى والمعاصرة، واعطتنا حزب الاستقلال. يعني كما قال السيد الأمين العام ديال حزب الاستقلال، أن المجالس والحكومة يجب أن تعكس نتائج الانتخابات، لأن المواطن ملي كيعطي الصوت ديالو خصو يشوف هذيك النتائج. يعني هذه الأحزاب هذه هي اللي تكون في الحكومة، خاصنا نقطعوا مع هذاك اللي كنسميوهم سرق الزيت، كيتنقلوا من هنا وكيتنقلوا من هنا. اسمحوا لي على هذا المصطلح، هذا المصطلح كيفهموه السياسيين. كيتخصنا الأحزاب اللي جات، اللي عطاها الناخب، الناخبات والناخبين عطاوها الأصوات ديالهم، هي اللي يشوفوا في المجالس. يعني كفانا من العبث باش نرجعوا الثقة في المؤسسات، ونرجعوا الثقة في السياسيين اللي تفقدات. التحالفات طبيعي أنه يكون تحالفنا في حزب الاستقلال مع حزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة مع الاستقلال. يعني هذا هو التحالف الطبيعي، زائد الاتحاد الشراكي، هذا هو التحالف الطبيعي اللي كيتخصو يكون، وكيتخصو ينعكس في المجالس، المجالس المنتخبة على مستوى المقاطعات وعلى مستوى الجهات وعلى مستوى مدينة الدار البيضاء ككل. بالنسبة لنا يعني كحقوقيين وكناس اللي معروفة السمعة ديالنا على مستوى الدار البيضاء وعلى مستوى المغرب ككل، نظرا لأننا كنا مشاركين في حركة 20 فبراير، ما يمكنش لنا نديروا تحالفات غير طبيعية. يعني رغم الاتصالات رغم العروض، فنحن باقون على ما أفرزته الانتخابات التشريعية. يعني انتخابات الناخبات والناخبين عطاو للتجمع الوطني الأحرار هو الأول، وعطاو للأسرى والمعاصرة هو الثاني، وعطاو للاستقلال هو الثالث. يعني التحالف الطبيعي يجب أن ينطلق من هنا. ولكن احنا بالنسبة لنا السيد الأمين العام ديال حزب الاستقلال ولا اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، انها تكلمات انه ينبغي الحفاظ على مصداقية الانتخابات، والمغرب محتاج الى حكومة منسجمة كما هو محتاج الى مجالس منسجمة، لانه كيتسناونا المواطنات والمواطنين اللي وضعوا الثقة ديالهم فينا وداروا هذا التغيير، كيتسناو يشوفوا هذيك النتائج اللي تفرزات، يشوفوها يشوفوا المجالس مشكلة بناء على هذيك المجالس. شفتوا انه كنا على راس، يعني انه كنتو كتشوفوا السفاره كتذكرني في المسيرات ديال 20 فبراير استخدمت في المدينه، كانت مسيرات يعني فيها زيرو ريسك. يعني انه ما كناش محتاجين لا انه تكون عندنا انكوفيرتور بالنسبه يعني التدخل ديال السلطه ولا شي حاجه، كنا نقود تلك المسيرات طبعا في احترام تام القواعد. يعني انه 25 زائد انه كيكون عندنا التعقيم، كيكون عندنا، وقمنا بحمله نظيفه داخل حزب الاستقلال، حمله ممكن اننا نقولوا حمله نظيفه، وحققنا نتائج ايجابيه بالنسبه على مقاطعه سيدي بليوط. كان حزب الاستقلال كان كي في الانتخابات السابقه كانت عنده 1500 صوت، اليوم حنا كنحتلوا المرتبة الثانية، وهي مفاجئة على اعتبار أن اللوائح الانتخابية على مستوى المغرب كان فيها التجمع الوطني الأحرار، والثاني هو الأسرى والمعاصرة، على عكس سيدي بليوط أن الثاني هو حزب الاستقلال ب 2250 صوت، يعني بزيادة ديال 1250 صوت. وهذا دليل انه هذه اللائحه اللي احتضنوها بنات اولاد المدينه، احتضنوها وبغاو هاد الناس اللي ما عمرها كانت عندهم تجربه انه يكونوا. كنا كنتفاجئوا وحنا غاديين في خرجات، انه الخروج ديال الناس من الشارع اللي كيدعمونا وتيقولوا لنا حنا معكم وبغيناكم، وبغينا هذا الشيء ينعكس
على مستوى مقاطعه سيدي بيوت وعلى مستوى مجلس المدينه باش يمكن لينا نستجبوا لهذيك الثقه اللي وضعوا فينا المواطنات والمواطنين. ومن هذا المنبر هذا كنشكر جميع المناضلين ديال حزب الاستقلال على مستوى مدينه الدار البيضاء ككل، على مستوى المغرب ككل، على مستوى مقاطعه سيدي بليوط. كنشكر الصديقات والاصدقاء، كنشكر المتطوعين، واقول المتطوعين اللي كانوا خدامين معنا صباح مساء، بل اكثر من ذلك انه اشتغلنا حتى بالليل، يعني انه في المنازل ديالنا كنا كنشتغلوا. كنقدم لهم الشكر وكنقول لهم غادي نكونوا في الثقه اللي وضعتوا فينا، وغادي نجاوبوا على الثقه اللي وضعتوا فينا في المجالس. وما جيناش ودرنا هذا البرنامج علاش حنا سكان الدار البيضاء غنصوتوا على حزب الاستقلال. هذا البرنامج اللي فيه الانصاف الان، يعني الانصاف الان بالنسبه لحزب الاستقلال اللي عنده العنايه الخاصه بالمراه البيضاويه، اللي غادي يكون فيه تحسين فرص وظروف عمل المراه، هذا من خلال اطلاق واحد المراكز ديال التدريب التاهيلي. عندنا توفير بطاقه تمنح المسنين وذوي الاحتياجات الخاصه الاولويه للاستفاده من الولوج المجاني النقل الحضري. عندنا انشاء واحد المراكز ديال الاستقبال ومرافق الحمايه الاجتماعيه للاطفال المتخلى عنهم. كاين تعزيز الشعور بالامن لدى الساكنه عبر محاربه المخدرات والعنف والاعتداءات. كاين انشاء منصه هاتفيه على مدار 24 ساعه، ساعه التدخل السريع اثناء الحوادث، لان داكشي اللي كنا كنعانيو فيه في الحوادث وفي الانهيارات وفي هذا، عندنا الجواب على هذا الشيء. عندنا اعتبار الرياضه خدمه اجتماعيه وقطاع اقتصادي. عندنا تعميم الاقسام التربويه بالنسبه للاطفال من اربع سنوات الى ست سنوات، واعاده تخصيص هذه المنشات التعليميه الشاهره لها. عندنا الحد من هذا البطاله اللي كاينه على مستوى من خلال تشجيع وتجديد حرف المغرب والصناعات التاريخيه للمغرب مثل الاغذيه والمنسوجات والملابس، وتشجيع الادماج في القطاع المهيكل عن طريق اعفاءات وتخفيض وتبسيط الضرائب. هذا هو برنامجنا على مستوى حزب الاستقلال، وسنكون في الموعد برفقة من منحهم المغاربة والبيضاويين الثقة، ونقول سنبقى في إطار ما أفرزته صناديق الاقتراع